فين انت دلوقتي؟ هشوف الكلاب اللي معطلين الطريق. يا اخواتهم انت يا ابني اللي معطلين الطريق. انت يا ابني انتوا معطلين الطريق يا ابني. يا استاذ شايفني جامر على اول الشارع بزمر له وقلب له نور مش عايز يتحرك، عايز افهم دماغه ماشيه ازاي. طب خلاص مش وقته، يلا يا حبيبي ارجع يا اخويا. مش هرجع ورا يا استاذ. يعني مش هترجع ورا؟ انا معايا حاله يا استاذ، مش هينفع نرجع ورا. ايوه يا حبيبي معلش انت اقرب للشارع ارجع وانا ماشي. معلش يلا يا اخويا. رايح فين؟ انت مش قلت معاك حاله يا ظالم انت يا كفر؟ هنعمل لهم ايه؟ تعمل في ايه؟ اركب عربيتك انت واحنا نرجع. يا ابني ارجع، ده داخل عكسي. يا سيدي داخل عكسي ايه؟ ما هو مصرح له امشي عكسي. يا سيدي انت بتقومها يا عم، هنرجعها مننا عشان قريب عشان نلحق البرنامج. يعني نضحي بحياه بني ادم عشان برنامج يا ظالم؟ اركب عربيتك يا حبيبي وتوكل على الله. انا مش هتحرك من هنا. طب عليا الحرام، لا انتوا اللي راجعين. طب عليا الحرام على حلفانك وانا راجع. يستاهل يضرب بالتزمه يا بلطه. انت مش جايز بوظ ده، حرام عليكم. الراجل زمانه بيموت، لا اله الا الله. ما تقلقش انا معاك، انت كويس؟ انت برضو تاني؟ ده كان يوم اسود يوم ما شفتك يا اخي. رجعولي البواسير تاني يا ناس. عاجبك كده؟ اهي الدنيا اتبعككت. عاجبك كده؟ قفلتها خلاص، بوصها اهو الشارع اتسد. نعمل ايه؟ هنوصل ازاي دلوقتي؟ هنوصل، بس قول يا رب. يا رب يا رب ربنا ياخدكم انتوا الاثنين ونخلط بقى.